السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نزيدو نتكلموا على أشرف حكيمي اللي شت بعض الناس، يعني أصحاب النفوس المريضة. واحد قال لي انت شن دخلك تهدر على هذوك، انت شن دخلك تهدر على المغرب، انت شن دخلك فيا أنا كي نهدر، انت شن دخلك فيا، حنا نعرفوكم نتوما كي دايرين. نهضروا على ليكيب ناسيونال المنتخب الوطني ما تبغوا، نهضروا على المغرب ما تبغوا، نهضروا على تونس ما نبغوا، ما تبغوا نهضروا على مصر ما تبغوا. كي يتبايعكم باش تسكتونا ولا حنا نهضروا على بونا اشرف حكيمي؟ وين روح عند لي فرونسي، روح عند لي فرونسي قول لهم علاكم تهضروا ولا غلطك شوبير. لا لي فرونسي خوتك هذوك، لي فرونسي خاوتكم هذوك، لي فرونسي هذوك خاوتكم. كي انت باغي تمنعني انا شنهضر؟ لي فرونسي كي راهم يهضروا كاع القنوات راهم يهضروا على القضيه تاع زوجة يعني اشرف حكيمي مع اشرف حكيمي، كيفاش دار لها كونتر اتاك خرجها على بالك مع اللي هو ديفونسير، عرف كيفاش يقيسها في التسلل. كانت هي في هجمه مباشره صابت روحها، جيديتوش رافد عليها، هو القاضي رئيس محكمه رافد عليها قال لها تسلل. اورجو راكي اورجو، راه مصيدك في السماء، راك تشوف كيفاش تيتا يا تهدر تقول لي باتا تشوف كيما نهدرش على ما نهدرش. نهدر الكرة انا نهدر في الرياضة، حنا نهدر في الرياضة، يعني ما تهمناش. تبغوا كيما تهدر كيما نتوما نهدروا كيما نتوما، انا اش غادي انت شاك باغيني نهدر؟ قول لي شاك باغيني نهدر؟ انا نهدر في الرياضة. حنا قلنا لكم بلعوا فامكم ها راهو راه شايبي هذاك شايبي دب دب، خرجتوه من بليسي يا ودي. سكتوا ما انتوما مش تعبولا، ما راكمش تعبولا. شو الناس وين راهم؟ الناس من يعرفوا بولا راحوا دومي فينال، ما يبكوش الناس، ما تبكيش، راحوا دومي فينال. نهار اللي وصلوا دومي فينال وخسروا شتنا الناس دايرين لهم اي طياره بيتقلع. المغاربه قعدوا في قطر وزاد عرضهم الامير تاع قطر، دار لهم يعني كيما نقولوا حنايا لقاء، دار لهم ترحيب شرفي يعني مكازعة. قاعد تفركتوا حتى الناس فركتت الكواطين تاعها، رفدوا كواطينهم وداو عوادهم وداو منا خيل تاعهم وداو كلش، الطعم تفركت باش المغاربه جاو. قعدوا لعبوا 7 ماتش، أول منتخب عربي إفريقي لعب 7 تاع لي ماتش في الكوب دي مونز. أول منتخب عربي راني نقول عربي وراني نقول إفريقي لعب 7 ماتش. كاين منتخبات أوروبية عريقة في الماريكان، فرق منتخبات عريقة وما لعبوش 7 ماتش. مين يكلب عنده ربعة 5 ما يزيدش. برازيل ولعبت 5 تعليمات، لعبت 5 تعليمات. اسبانيا لعبت 4 تعليمات. المغرب وصل لعب شحال؟ لعب 7 تعليمات. قعدت تتفركت العرس، تبقى والغاشي على خير. قال لهم احنا موالي الدار، هذو عموميتنا، احنا موالي الدار، نتوما روحوا. قعدوا المغاربه هما التوالى وجاو جاي. وانت يا الطياره اللي كنت تهدر عليها قلت لهم اي نوضوا الطياره، انت الطياره هنايا ما ناضتش، دارت هاك تشغن، راه خرج لكم الباتري، ايكابي لكم الباتري. جاي تهدر معايا انا؟ ما تهدرش معايا، قاش تهدر معايا؟ نهدر على اشرف حكيمي واش دار يعني. وحاجه شابه لو كان جيت راجل انت اللي تجي تنتقدني تقول لي ما شاء الله على اشرف حكيمي واش دار. هذه المراه ماكيره، هذه مرأة ماكرة جات بيت تلعب مع واحد يعني مربياته مه يعني أحسن تربية، خرجها تيري ما قالك يعطيها المصروف تاع زراري من شهر لشهر، هذا مكان ولا يكري لها بالتالي كاع. شو الناس كيفاش دايرين؟ خاطش هذا مه راضي عليه نورمالمون تفرح، واش انا راني نهضر نورمالمون تفرح؟ ماشي تجي تشيك 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 كي الدجاج تشيك 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 تحوس على الماكله. انا نهضر
انا قلت بلي اشرف حكيمي من انت تعيط تستنى معايا من واحد يعاير فيا واحد تعاير فيا يعني ما عندك ما عندك ما غادي تقضي تعايرني خليها عند ربي عواشير هذو كلش خليها عند ربي انا ما عايرت واحد باش شفتوني حتى الناس اللي عايروا ما ردش عليهم في لي كومونتير والله ما نعاود كاع نقول لك خلي ربي راه شاهد وربي راه عارف بالقلوب وراه داري بالقلوب وراه داري خليها هذه متالي كاع المهم انا الحاجه اللي فيا الحمد لله يا ربي ما ناصرتش نهار اللي تلاقات المغرب مع فرنسا ما ناصرتش منتخب يعني اجدادهم قتلوا اجدادنا ما ناصرتهمش انايا الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي مع اللي لعبت تونس مع فرنسا ناصرت تونس وفرحت تونس مي ربحت 1-0 لا بغات خرجت برومي تور وفرحت ونهار اللي لقات المغرب فرحت ثاني لقات المغرب والمغرب كوم سي خدموا لها الاربيت وخدموا لها والله هي المغرب لا كانت تربح عندها دو بيناتي فالاب ولعبت ناقصه كل لعب سياسي ولعب اكراد والله يباتوا يلعبوا ما يمركولهم يباتوا يلعبوا ما يمركولهمش تيصرى عليا انت راه وي راه اشرف حكيمي كي دير لها خرج ايشيك ايشيك صبرو هو روا روا يتربي روا شخصك المحامي تاعو قال لها شخصك قالت له خاصني نصف الثروه تاعو لازم تقولوا لي شتا عنده كاع بين الدين ندخل معاه في النص يا ودي قال لها والله العظيم الف قال لها والله الف على بالك بلي في فرنسا فيتيا ولا مع السيلا في فرنسا وراو بابي واشرف حكيمي كلاو الكاطو واشرف حكيمي قارع لامو تجي تخلص امن بلي قارع لامو تجي تخلص شو كيفاش اي تي تحت لي تي شو التربيه كي دايره انا فرحت بيه دق دقها خرجها عوجة ديت واش بادت ديت واش ردت هذا مكان ايوه ديكاس هذا هو الراجل وهذا هما هذا هو الراجل المغربي والو كاس زعاقة تلميش معايا تلميت في روحك في لاتوش تالي كاع خويا لعبت صابت روحها في لاتوش جات بيت تلعب ضربت البولة عندها بغات تتريبلي صابت روحها ضربها دوبي خرجها شكلاطوش قال لها هنا بلاستيك ما تزيديش دوري شيطان هذه على بالك بلي هذه نسميها انايا هذه نسميها تاع الاخر كسمو تاع اشرف حكيمي افضل اسيست في العالم افضل اسيست خاص كان داير باس لامه كان عاطي باس لامه اسيست تمريره حاسمه لامه هذيك الزوجه تاعو الماكيره على بالك جات بيت طاكي صابت تشك ما قلبت والو كان على بالك بلي يستاهل جائزة نوبل للإنسانية تجاه الوالدين يستاهلها هذا أشرف حكيمي يستاهل جائزة يعني نوبل يعني حسن النية تاع مع أمه هاكتشو لي لازل أمه ما يرغبش كاع هاكتشو ها لازل أمه ها بريف هاكتشو بريف كي دايرة ها لازل أمه داخل تحت كرعين امه وقاعد داخل تحت كرعين امه وقاعد حاجه ما توصلكش حكيت شو كيفاش تحت كرعين امه حاجه ما وصلاتوش حيه ما توصلوش عرفتوها مرتو خدت تصبت روحها توش ندمت مشي ندمت صابت روحها على اللوح يا ودي كي اللوح راشد ها داخل تحت امه ها لي يقعد تحت امه ها لي يقعد كل يوم مع امه وكل يوم منها على حسب ما خبروني قالوا لي حال قالوا لي يا ودي قالوا لي هذيك مكه دايرتها كي من الشومبر تاعها للكوزينه يعني رايحه موليا خلص عليا بي على العام وين ما تبالك روحي ديري عمره وروحي ديري حجه وروحي وين ما تبالك او حاجه مش مليحه هذه او ان شاء الله يا ربي يعطينا وليدات كاع المسلمين يعطينا وليدات كيما هكا ياه داير لك شيك بلون وين روحي لمكه وين مكه تروح غير مكه تروح تحوس في مكه هكا شتيلا تروح غير مكه حاجه كبيره حاجه عظيمه ماشي زعقه
ويجعل يا ربي يعطينا منهم يا ربي هذا مكان. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو اللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي صحيتو صابتوكم.